اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه. الدول العربيه فيها ثقافات كتير مشتركه، كمان فيها اكلات كتير مشتركه. احنا يمكن مش عارفين الاكلات اللي شبه اكلاتنا، بس في حاجات كتير جدا بتتشابه، تختلف في التسميه، تختلف في شويه تركات بسيطه، بس في الاخر هي البيز او الاساس بتاعها واحد. النهارده هنعمل كشري اسكندراني وهنعمل معدوس السعودي، والاثنين شبه بعض جدا باختلاف التسميه واختلاف شويه حاجات فيهم. هبتدي بالكشري الاسكندراني. كوبايتين رز مصري عادي، كوبايتين عدس اصفر، بصلايه كبيره متقطعه مكعبات او مبشوره، فصين ثوم، معلقه كمون وملح وفلفل. هاجي اعمل ايه؟ اول حاجه هجيب هله بتاعتي على النار. انا هعمل الاساس اللي هو مشترك بين الاثنين، وبعد كده هنقول الفرق ونغير ازاي. هجيب شوية زيت، بسم الله، وهجيب البصلة بتاعتي، لأنكم في أكلات كتير جدا مشتركة، يمكن احنا كمان كمصريين مش عارفينها، بس هي موجودة، بتبقى الأكلات الشعبية للدول. والمعدوس ده وصفة سعودي من الحجاز، وصفة حجازي. طبعا الحجاز بيبقى فيها بقايا حجاج كتير، فأكيد كان في مصريين هناك، ده أنا بقول يعني أنا تصوري مصريين قعدوا هناك، وممكن يكونوا هما اللي نقلوا الوصفة دي هناك، الله أعلم يعني. بس هي وصفة قديمة. بشوح البصل والثوم شوية لغاية لما يصفروا، طبعا مع التقليب علشان أقدر أعلي النار. العدس كقيمة غذائية يا جماعة فيه بروتين نباتي، يعني العدس من الحاجات المهمة جدا، لأن هي كتعويض عن البروتين هو بروتين نباتي ممتاز. كمون طبعا فيه، لازم أي وصفة فيها عدس يبقى فيها كمون، علشان الكمون بيشيل الانتفاخات، خلاص؟ يعني من العدس، من الكرومب، من البروكلي، النبيط، أي حاجة بتعمل انتفاخات الكمون بيشيل الانتفاخات وبيمنحها، علشان الواحد ما يتنفخش. الناس اللي عندها القولون، على فكرة احنا عايزين نعمل لكم برضو حلقة لمريض القولون ويتعامل ازاي مع الاكل وياكل ايه ويعمل ايه. البصلة هكون مجهزة. صباح الخير يا غادة. صباح النور يا شيف، ازاي حضرتك؟ ازيك حبيبتي، عاملة ايه؟ منورة والله. بنورك يا قمر، تسلميلي، عينيا. لا انا بس اصبح على حضرتك حبيبه قلبي، ربنا يخليكي يا رب. ربنا يكرمك يا رب ويحفظك يا رب. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. يخليكي والله، كل يوم بتفرج على حضرتك. حبيبه قلبي، ربنا يخليكي ليا يا رب. ربنا يخليكي جميل يا حبيبتي والله يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي حبيبتي. ميرسي والله يا جماعه على حبكم، بجد انا سعيده جدا بيه. بصوا الميه ببتدي اغلي. هاجي بقى اعمل ايه؟ العدس انا غسلاه ومصفياه. بسم الله الرحمن الرحيم. العدس تقليبه قبل الرز. معلقه زيت. مجرد ان العدس يعني يقفل، مش هحمره ومش هقلبه. ولازم اكون مجهزه الميه مغليه. الرز برده مغسول ومتصفي. بسم الله. واقلبهم بالراحه عشان الرز ما يتكسرش. الناس اللي بيطلع معاها الرز مكسر، بالراحه هسيبه يسخن، بعد كده اقلبه. هاجي احط كمون، وهحط فلفل اسود، الملح هحطه مع الميه علشان ما يلزقش. اهو باخد من جنب السباتشولات السيليكون دي. عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، بجد بجد هتريحي جامد، اكتر حتى من معالق الخشب. وطبعا لو الحله بتلزقش واستعملنا معلقه عاديه هتبهدلها، فالسيليكون دي هي بتجيب لك من الاخر، يعني بصي بتشيل كل حاجه، يعني بشيل كل حاجه، فهي مريحه وسهله اهي.
بدل ما اقعد بقى ايه اكحت كده. فدي بتبقى مهمه قوي معايا. اهو ابتدى يسخن من تحت، هي برده بتشلي من تحت ما بتخليهوش يلزق، فدي نقطه مهمه. بصي اهي ما بتخليهوش يلزق معايا علشان برده ما يعجنش. شايفين؟ هاجي بقى كده هرش الملح وعليه الميه. ادي الملح، ميه مغليه. بسم الله. الميه لازم تبقى سخنه مغليه علشان برده ما يعجنش. سنتي ونص فوق ال فوق العدس والرز، علشان احنا مش ناقعين، احنا مش ناقعين الرز، فمش هسيب سنتي بس، لا هسيب سنتي ونص علشان يستوي الاثنين مع بعض. كده اهو، يبقى كده ده الاساس بتاع الكشري الاسكندراني. طبعا الكشري الاسكندراني هنقدم معاه حاجات غير الحاجات اللي بتتقدم مع المعدوس السعودي. انا عامله دلوقتي الاساس، وبعد الفاصل بقى هعمل لكم ايه؟ هناخد النص نعمل بيه نقدم بيه السعودي، واللي اسمه معدوس مش كشري، عشان ما حدش يجي يقول لي مفيش كشري سعودي. هو مش كشري سعودي، هي اكله اسمها معدوس، هي اساسها كده بس بتختلف بعد كده. هنعملها ونوريكم ازاي بتتعمل، وهتتقدم مع حاجات مختلفة تماما عن اللي هنقدمها مع الكشري الاسكندراني المصري. احنا عندنا الكشري حاجتين، في عندنا الكشري اللي بعدس بجبة، ومعاه طبعا المكرونة والحمص، وده عايز له حلقة لوحده تاني. ومعانا الكشري الاسكندراني اللي بتتقدم معاه البيض المزغلل او المدحرج، واتيفر بتسموه ايه، وبنقدم معاه الطماطم المخلله والبتنجان المخلل، الاثنين تحفه. استنونا بقى بعد الفاصل هنرجع ونقول لكم هنعمل ايه. استنونا. رجعنا من جديد. عملنا ايه؟ عملنا الكشري الاسكندراني بالطريقه العاديه خالص. هنيجي دلوقتي للمعدوس السعودي. انا بالظبط اهو الرز استوى، نفس اللي عملته في الخطوات اللي قبل الفاصل هي اللي هعملها. هزود بقى عليه ايه؟ كوبايه لبن مغليه او ميه، في ناس بتعمل كده وفي ناس بتعمل كده حسب العائلات هناك بتعمل ايه. ادي الكشري، هاجي الكركم، هحط كركم في اللبن لانه لازم يبقى اصفر. ما بقول لكم هي بقى دي الاختلافات اللي بين البلدين. هزود اللبن يسخن وهحط عليه شويه ميه سخنه، لانه لازم الرزايه تبقى زي السليج السعودي كده، الرزايه تبقى مخبصه شويه يعني مبلوله، ما يبقاش مفلفل. المفلفل ده الكشري عندنا، لكن المعدوس السعودي ما يبقاش مفلفل، يبقى معجن شويه، هي الكلمة دي معجن. اوكي، هغلي ادي اللبن، زودته مية. ولو حسيتي ان هو محتاج تاني، عايزة اخليه اصفر اكتر، محتاج تاني مية زودي مية. اوكي اهي غلي، وهزوده على الكشري. بسم الله. وبقلبه عشان كله ياخد اللون الاصفر، وهوطي عليه. حسيتي ان هو محتاج ميه تاني، هو المفروض يبقى معجن عن الكشري بتاعنا اهو كده. هو برده محتاج شويه ميه على فكره. كده اهو يا حسين، وهنغطيه. السلام عليكم يا شيف. عليكم السلام، ازيك؟ ازي حضرتك، الله ينور عليك يا شيف على الحلقه النهارده، وكل حلقه حضرتك يعني بنورينا وبنستمتع بحضرتك يعني في الحلقه بتاعتك. ربنا يخليك، عينيا ليك. الله يخليك. بعدين حضرتك عايزين البسبوسه بالقشطه يا شيف، بعدين حضرتك. عينيا. البسبوسه المحشيه قشطه ولا البسبوسه اللي عليها قشطه فوق؟ لا المحشيه قشطه. عينيا، هقولها لك النهارده من عينيا الاثنين. بصوا اهو انا غطيت عليه، وهبتدي اعمل السلطه او الطبق اللي بيتقدم جنبه. هستعمل التمر هندي، مش تمر هندي عصير، لا التمر هندي اللي هو بيتباع عند العطار. هجيب المصفى، احنا ناقعينه، بنبقى ناقعينه الاول
اهو كده اهو في الميه، بعمله بيبقى اسمك ما بعمله العصير. اوكي ادي احنا نقعينه، شايفينه سميك ازاي، فكيته بميه سخنه وسبته في الميه، ودلوقتي هبتدي اصفيه بالمصفى وهضيف له البصل. هجيب الاول البصل، هدعكه بشويه ملح وفلفل علشان اهو هجيب حاجه كبيره عشان طعمه يبقى حلو للسلطه. اهو ملح، واحط له شويه فلفل اهو، وادعكه اوكي، وهسيبه شويه صغيرين. هاجي بقى دلوقتي اعمل ايه، خلينا نعمل ده ينقع، عايز سنه كمان، عايز ميه مغليه كمان سنه صغيره. صباح الفل يا رانيا. الو الو، ازي حضرتك يا شيف؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ بحب حضرتك قوي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا رب. تسلميلي. كنت عايزه اسال حضرتك بس على سؤال. عينيا. انا عملت صوابع زينب اوكي، فشربت زيت وشربت شربات قوي، فانا شلت نص العجينه وحطيتها في الفليزر اوكي، فعايزه بقى اطلعها ومش عارفه اعمل لها ايه عشان ما تشربش الزيت وشربات. عينيا، من عينيا اللي تمام. خلاص عينيا يا حبيبتي. هنيجي نعمل الخلطه، هنقول دلوقتي مقادير الطماطم المخلله والبتنجان. انا عايزه اخلص علشان اقول لكم الوصفات اللي طلبتوها. هستعمل خمس طماطميات وراس توم مفروم طبعا، هستعمل فلفلايه حراقه مفرومه، بقدونس، ملح وفلفل، كمون، معلقتين عصير ليمون، وثلاث معالق خل. اوكي، اللي هقول برده مقادير البتنجان المخلل علشان نعمل الاثنين في نفس الوقت يا ياسر. البتنجان المخلل كيلو بتنجان محمر، بصوا البتنجان بحمرها زي ما هي وبشقها افتحها من النص. ممكن تعملي شرايح بتنجان، يعني لو ما عندكيش بتنجان اللي هو العروسي ده، ممكن البتنجان الرومي ويتقطع ترانشات ويتحمر في الزيت عادي، ده او ده. راس توم، فلفلايه حراقه، كزبره خضراء، ملح وفلفل، كمون، عصير ليمون، وثلاث معالق خل. بصوا هما الاثنين شبه بعض قوي، يفرق بس ان البتنجان بحط فيه كزبره والطماطم بيتحط فيها بقدونس. هاجي اعمل ايه؟ الاول الطماطم، بنقي الطماطم الجامده، الطماطمايه تكون جامده علشان ما تتهريش معايا. اجي اوكي، واجي اشقها مش للاخر كده، في الاخر تبقى ممسوكه من الاخر كده اهو، شايفين اهي. واجي اعمل الخلطه بتاعتي، بقدونس، فلفل حراق، والثوم. بعد ما بنعملها بالحشوه دي بنسيبها ساعه تشرب كل النكهات من بعضها. وادي الليمون، ملح طبعا اهي، بدعك كل التتبيله ببعضها وابتدي احشيها وانا بحشي لازم ايدي بالخليط ده يجي على الطماطم من بره عشان كلها تشرب منه، يعني لازم ما اعملش كده واروح حاطه شويه صغيرين، لا ده انا لازم تتشبع كلها بالخلطه دي علشان. نسينا نحط الكمون، ادي الكمون فكده اهو بقى، بصوا الكمون، هاجي بقى اعمل كده تاني علشان تشرب كلها من الخلطه بتاعتي. هاجي بقى ادي واحده، هعمل الثانيه. احنا بنقطع من الجزء اللي ما فيهوش الحته الخضراء دي، بصوا يعني انا بقطع من الناحيه الثانيه، الحته الخضراء دي ما اقطعش منها اهي، الاثنين اهم مع بعضهم، دي ما بقطعهاش، بروح قلبها الناحيه الثانيه واقطع. اوكي،
اهو، احنا بنحشيها، وزي ما قلت لكم بحاول ان التتبيله تيجي على الطماطم من بره، وفي الاخر بمسحها كده اهو. هبتدي اعمل بقى البتنجان، بس اخلص واحده كمان اهي. يبقى بحشيها واحاول ان السوائل دي كلها تتشبع بيها الطماطمايه. طبعا انت ممكن تجيبي طماطم اصغر من كده ويبقى شكلها حلو، مش مشكله يعني. الصوص بقى ده اللي فضل انا هنقع فيه الطماطم شويه كده وكده، هخليهم منقوعين شويه لغايه لما اخلص البتنجان ونيجي نقدم في الاخر. اهو شايفين اهو، هاجي بقى اعمل البتنجان دي المنقوعه اهي، هخليها هنا على جنب. هاجي اعمل خلطه بتاعت البتنجان، الكزبره والليمون توم والخل وزي الكمون والملح، ممكن في الاخر تحطي زيت لو تحبي، بس خدي بالك ان البتنجان محمر، في ناس برضو بتسلقه بس هو المحمر بيبقى طعمه حاجه تانية. البتنجان انا هستعمل هنا اللي هو بتاع المحشي العروسي بتاع المحشي، بيتحمر وبيتشق بالسكينه كده اهي، ما بشقش للاخر. ام جودي. اه يا حبيبتي. ازيك حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا قلبي. عينيا ليكي حبيبه قلبي. الحمد لله يا حبيبتي، ايه اخبارك؟ كله تمام، سعيده وانت طيبه. حضرتك طيبه. انت طيبه يا روح قلبي، انت طيبه. الله يخليك. وطي التلفزيون بس عشان اسمعك كويس. انا اولادي بيحبوكي قوي. حبيبه قلبي ربنا يخليهم لك يا رب وتفرحي بيهم. يا رب يخليك. انا قبل بس ما اطلب منك طلب، كانت بنتي جودي عايزه تسلم على حضرتك. ماشي اديها لي. يا جودي. الو. الو يا حلوه، ازيك؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 7 سنين. يا لولو ان شاء الله ان شاء الله كده مامي تشوفك عروسه قريب. حبيبه قلبي عايزه نعمل لك حاجه؟ لا حبيبتي. اخواتي بيحبوني. وانا بحبكم يا حبيبتي. لا اخواتي بيحبوكي. اخواتي بيحبوكي. وصلت يا روحي. فهمتها. تسلمي لي يا قمر. وصلت. ميرسي ميرسي ليك والله. ادي البتنجان بقى هحشيه اهو، برضو احاول ان انا ادي، وفي الاخر برضو هحطه في الصوص اللي البواقي النازله دي عشان يشرب الطعم. ممكن تعملي بتنجان رومي، ترانشات بتنجان رومي وترصيها، وبعد كده هو تحطي بينها الحشوه كده. وممكن بقى فلفل احمر حراق يتقطع ترانشات ويترش على الوش عشان يدي لون حلو، يبقى كديكوريشن. في ناس بتحط طماطم في البتنجان ده، هقول لكم بقى مشكله الطماطم ايه. مشكله الطماطم ما بتخلوش يعيش كتير، يعني انا لو عامله كميه من البتنجان ده هحطها في الثلاجه تقعد معايا كتير قوي، ممكن تقعد معايا اسبوعين مش هيحصل لها حاجه. بس لو انا حاطه بقى طماطم مكعبات في الحشوه دي، الطماطم بتبوظ بسرعه، فهتلاقيه باظ منك بسرعه. فلو هو هيتاكل على طول، ممكن تحطي مكعبات طماطم صغيره في الحشوه دي بتبقى حلوه. لو عايزاه يقعد كتير ما تحطيش الطماطم، الطماطم روحها قصيره ما بتقعدش كتير، ده فرق يعني عايزه اقوله لكم. بس كده اهو فاضل لنا قد ايه على الفاصل؟ اوكي كده اهو. وبرده نفس الحكايه بحط عليه بقيه السوائل ده علشان الكشري المصري. هنكمله بقى طبعا بتنجان بنفس الطريقه. هاجي اعمل البيض المزغلل او المدحرج، هشوف بس المعلوس اهو. بصوا عايزه اوريكم شكله اهو، شوفوا لونه اصفر والرزايه مش مفلفله اهي. اوكي اهو اهو خلاص كده اهو. ده المعدوس هشيله من على النار، هخليه متغطي دقايق يفتح اكتر،
وبقدمه بقى ايه بقى، بقدمه مع البصل المحمر زي بصل الكشري بتاعنا، وهقدمه ادي البصل المحمر، بصل محمر هنعمله لكم في الكشري العادي، وهنصفي دلوقتي التمر هندي وعامل لكم السلطه بتاعته. ادي البصل المحمر اوكي خلاص. هنطلع فاصل، هحمر الحمر علشان هو اسمه حمر فبلخبط. التمر هندي عندنا اسمه حمر هناك، فالحمر ده او التمر هندي انا هصفيه، واطلع الفاصل عشان نرجع نكمل بعد الفاصل. بصوا اهو احنا نقعناه بيتنقع من نص ساعة لساعة اهو، وبعدين بصفيه، لازم يبقى تخين اهو، بفضل اعمله كده لغاية لما ينزل ويبقى سميك بالنسبة لي. خلاص ممكن اطلع بقى دلوقتي الفاصل على ما اصفيه كله، هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنوني. رجعنا من جديد، غرفنا المعدوس، انا هحط بوله في وسط الرز علشان هحط فيها الحمر او التمر هندي اللي بيتقدم جنبه. اوكي كده اهو. هنيجي بقى نعمل ادي التمر هندي بعد ما اتصفى يبقى سميك ما بقاش خفيف، هحط فيه هوريه لكم سمكه بالمعلقه كده بصوا بصوا اهو اهو تخين. اوكي انا مش هحط ملح لان انا حاطه بصل عليه ملح وفلفل، فهاجي احط البصل بتاعي اللي انا دعكاه بالملح والفلفل، واجي احط الكمون، شويه شطه وشويه كركم. اوكي استاذه سميره، يا حاجه سميره عليك. عليكم حبيب. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله بخير، طالما بسمع صوتك وصوتكم كلكم والله. ربنا يبارك فيكي يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي ليا. انت على فكره انا بيعجبني في كل حاجه بتعمليها حلوه. حبيبتي. وعلى فكره انت اقتصاديه جدا. ما هو الوقت اللي احنا فيه ده وعايز كده. الحمد لله، ربنا يخليكي. والله ربنا يبارك فيكي. ان شاء الله. انتي بالناس اللي قدامك. المهم انت بس تبقى حاجه حلوه. يعني بحاول اقتصد قدر الامكان، بس في نفس الوقت نقدم حاجه حلوه شكلها حلو، تبقى زينه كده للعين، حلوه وتفتح نفس الناس، هي الاكله دي مش تفتح نفس الناس، طعمها حلو قوي كمان. ربنا يخليكي يا رب. حبيبتي تسلمي يا رب، ربنا يخليكي. انا والله انا مقصره معاك يا عريس. لا والله يا حبيبتي انت على راسي والله، تسلمي لي، الف شكر ليكي والله. بصوا بقى هحط الحمر هنا او التمر هندي في النص، وهاجي بقى بالبصل المحمر. البصل شويه ملح ودقيق طبعا قبل ما احمره، هنعمله في الكشري المصري ملح ودقيق علشان يقرمش معايا كده. واروح على فكره مش كل السعوديين برضو بيحطوا بصل، ناس وناس اهو. ادي البصل، جربوه الطريقه دي هيعجبكم جدا. وهنعمل دلوقتي بقى ايه البيض المدحرج كمان بتاعنا، زي ما قلنا يعني في علمكم هعمل لكم الاسابيع الجايه حاجات كتير جدا مصري شبهها حاجات من دول عربيه كتير. ادي المعدوس السعودي، فرق عن الكشري بتاعنا الاسكندراني ان هو معجن شويه عنه ميته اكتر منه بكتير، وبيحطوا له كركم فبيبقى لونه اصفر كله، الرزايه صفرة والعدسه صفرة، وبيتحط له خليط من التمر هندي والبصل زي سلطه بتتاكل جنبيه، سلطه التمر هندي بالبصل، وبيتحط له البصل المحمر. نيجي بقى هنغرف الكشري المصري، وسنعمل الاول البيض المدحرج. يا شروق صباح الفل. صباح النور، ازي حضرتك؟ أهلا يا حبيبة قلبي، أخبارك إيه؟ كويسة الحمد لله. لو سمحت كنت عايزة أعرف طريقة البيتزا ونوع الموتزاريلا تكون حلوة. نوع موتزاريلا مش هينفع أقول لك، بس هقول لك طريقة البيتزا. ممكن تكلمينا بعد الحلقة أقول لك. لكن طريقة البيتزا هقولها لك دلوقتي. البيض المدحرج هو بيض مسلوق، هنزله في الزبدة، بس أنا حطيت الأول شوية
زيت علشان ما تتحرقش الزبده مني. اسمه مدحرج، اسمه مزغلل، يعني حسب ما بتسموه اللي نخليه مزغلل. انا قلت كده قالوا لي مدحرج. انا اللي اعرفه المزغلل. بسيح الزبده والبيض بكون سلقاه. البيضه بتتسلق من اول ما تغلي 5 دقايق، الميه غليت بيها 5 دقايق، ده في اي بيض مسلوق، علشان يطلع مش هارد، مش جامد قوي، وما يطلعش من جوه ني. 5 دقايق بعد الغليان هتبقى البيضه سلقاها كويس قوي معاكي. وكمان عشان الولاد الصغيرين كقيمه غذائيه ما تحطيهاش اكتر من 5 دقايق بعد الغليان، علشان هتبتدي بعد كده تفقد القيمه الغذائيه بتاعتها، فاحنا وتعمل طبقه تلاقي الصفار كده لونه اخضر بينه وبين البياض، ده معناه انها اتسلقت زياده. اوكي؟ اهو هنزل البيض وبقلبه فيها، بياخد الطبقه اللي بره دي بتبقى مقرمشه وبيعمل كغلاف كده ناشف شويه. اخليها كده في الزبده، هتبتدي تقرمش على مغرف الكشري الاسكندراني بتاعنا. ادي الكشري، عايزه بقى اوريكم فرق اللون. ادي الطبق بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. لا خليني تقيل عليا اهي. شوفوا فرق اللون بين الاتنين. اهو ده الرزايه بتبقى مفلفله، بس الاتنين حلوين والله يعني. وبرده ادي الاتنين اهو، شايفين فرق اللون؟ اهو ده السعودي الاصفر، اسمه معدوس مش كشري. وده الكشري الاسكندراني. على فكره في ناس كتير قوي ما تعرفش الكشري الاسكندراني حتى هنا في مصر، يعني مش اللي مشهور قوي عندنا الكشري بتاعنا. بره بقى ما اظنش ان حد يعرفه في الدول العربيه ان في كشري اسكندراني، هم يعرفوا الكشري، احنا مشهورين جدا بالكشري العادي بتاعنا. انا لسه انا بحطه، وبعد كده هبتدي اظبط كده اهو. هعمل برضو هعمل انا هنا في النص، بس ايه هحط فيها البيض بتاعي اهو، بس مش حفره قوي بقى عشان ما اغطس تحت، لان الطبق خدوا بالكم الطبق نازل، فلازم دايما وانا بزوق الاكل اجي احط حاجه، يعني ده طبق مفرود سهل قوي ان انا اعمل حفره واحط حاجه فيه، لكن لما بيبقى الطبق نازل ما تبقيش ما تعمليش حاجه مجوفه قوي لانها هتغطس تحت مش هتبقى حلوه، فلازم تبقى مرفوعه. فهنا اهو بسيب شويه رز، ما بعملش خرم، ده انا بقول لكم حاجه عشان تزويق الاكل بصفه عامه. خليت شويه علشان البيض هيغطس تحت مش هيبان، لا انا عملت زي حفره بس مش للاخر، خليت يبقى فيه ارتفاع. اوكي؟ وهبتدي احط الطماطم والبتنجان حواليه ازوق بيهم الكشري بتاعنا، بس انا مش عايزه اسهق عن البيض علشان ما يتحرقش. البيض بياخد وقت لغايه لما يبتدي يعمل القشره بتاعته، هتلاقيه كرمش الجلد بتاعه بره، كرمش اللي هو البياض بيكرمش، ويبتدي بعد كده ياخد اللون. احنا على ما يتحمر ممكن نطلع فاصل بقى عشان نحمره كويس، نطلع فاصل ونرجع لكم بعد فاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد. عملنا ايه؟ عملنا النهارده المعدوس السعودي بالحاجات اللي جنبيه، والكشري الاسكندراني المصري برضو بالحاجات اللي جنبيه. ده هنا قدمنا معاه بصل محمر وتمر هندي بالبصل زي سلطه بتتعمل جنبه، عملنا الكشري الاسكندراني. شوفوا هو الاثنين نفس الفكره بس اللون والشكل مختلف. كشري اسكندراني مصري، عملنا معاه البيض المدحرج، البيض بيبقى لونه كده اهو في الاخر. عايزين تحمروه اكتر، في ناس بتخليه بني بس بيبقى ناشف قوي، يعني لما بتيجي تاكليه بيشد معاكي. انا عايزه بس احط شويه لون اخضر. والكشري المصري عملنا الطماطم المخلله والبتنجان المخلل،
وعايزه اقول اللي قالت لي على اصابع زينب. بصي انت هتطلعيها من الفريزر هتخليها تفك تماما. طبعا وجودها في الفريزر العجينه هيخليها تشرب ميه، فلازم هتزوديها رشه دقيق ورشه سميد وتقلبيها كويس جدا علشان يشربوا السوائل اللي جات لها في الفريزر. علشان ما تشربش الزيت لازم الزيت يكون سخن، لازم تسخني الزيت كويس قبل ما تحطيها فيه، وهي تكوني مشكلاها ومشمعاها، بمعنى يعني ما شكلهاش اروح ارميها في الزيت على طول، لا احطها في الثلاجه تشمع نص ساعه. التشميعه دي بتخليها ما تشربش الزيت. خلاص يبقى الزيت عشان ما يتشربش جامد الزيت يكون سخن وهي تتشمع كويس. اطلعها اصفيها كويس جدا من الزيت ويكون الشربات جنبي بارد، بارد مش ساقع من الثلاجه، بس يبقى في درجه حراره الاوضه يعني الغرفه او ابرد سنه. برده ده هيخليه يعمل طبقه على ما يسخن للاصابع زينب هيكون خلاص انت شلتيه، بمعنى لازم فرق درجه الحراره. الاصابع زينب او الحاجه اللي انت مطلعاها من الزيت سخنه، الشربات لو انت مش هتقدري تعملي بسرعه حطيه في الثلاجه ساعه وتروحي منزلاها فيه ومطلعاها على طول، هو على ما يعادل درجه الحراره مش هتكون شربته، فبالتالي مش هتمص شربات كتير. اوكي يبقى كده اهو، لا هتمص شربات ولا زيت. ادي الكشري المصري، ادي الكشري اسكندراني مصري. بكره ان شاء الله اول ما اجي انا عايزه اقول لك البسبوسه بالتفصيل فمش هلحق اقولها، فبكره ان شاء الله باذن الله في حلقه بكره في الاول، بكره ان شاء الله في حلقه بكره اول حاجه هقول لك البسبوسه المحشيه قشطه، لان النهارده الحلقه بتاعتنا خلصت عدت بسرعه قوي. ان شاء الله لينا حلقه بكره باذن الله، اشوفكم على خير.